صراخك وزعاق، شنو بتموت شنو بتموت شنو بتموت، الحقوني الحقوني الحقوني، كنت بهزر معاه كنت بهزر معاه، السكينه جت على رقبتها وانا ولا وانا ده انت اللي ديك، وهم قاعدين يهزروا ويضحكوا مع بعض. الله والله العظيم همسك راسك كده زي الفرخه واتضحك على طول، قالت له ده انت ديك ده انا ريشك، وقاعدين يهزروا ويضحكوا. ولا تحسبني بهزر؟ طب هات السكينه، وراح فصل راسها عن جسمها. اول شيء تشترك في القناه، هيطلع لك الجرس الصغير، تضغط عليه او تشاور عليه او تحط بصمتك عليه ايا كان، على طول هيتفاعل معاك وهتجيلك الاشعارات بمجرد ما بنزل حلقه 6 ونص صباحا او 7 صباحا، وبعد كده الساعه 5 مساء، وبعد كده المباشر بيكون ما بين الساعه 7 والساعه 8. دي الموعد، وهتجيلك الاشعارات مجرد ما تفعل الاشتراك في القناه، سواء مع ساعه مع حنفي او مباشر مع حنفي، والجرس يطلع لك تفعله، خلص الموضوع. عشان بس كتير جدا بيسالوني في الموضوع ده. اهلا بيكم، تعال النهارده نشوف القضيه اللي انا هطرحها بوجهه نظر، ونشوف وجهه نظركم انتوا فيها هتكون ايه. انا شخصيا مش مقتنع بالكلام اللي بطل القصه بيقوله النهارده، لكن هنشوف رايكم ونشوف تعليقاتكم، واذا انتوا اقتنعتوا بيه ماشي، ما اقتنعتوش بيه نحاول نوصل لحلول من خلال الكومنتات والتعليقات. هاني ايهاب 28 سنه، معاه ليسانس حقوق، وبعد الظهر وعنده عربيه ملاكي بيشتغل فيها نظام اوبرا. انتوا عارفين اوبرا ده اللي هو النظام ان هو بيتصل عن طريق شركه معينه بواحد يكون رايح مشوار، فبيتصل بيه بيجي له لغايه عنده ويروح يوصله المشوار بمقابل مادي. يعني راجل شغال صبح وبعد الظهر علشان يحسن دخله. كان بيحب جدا شروق، شروق نفس سنه يعني تقريبا 27 28 سنه، قصه حب يمكن استمرت 4 سنين، وتوج هذا الحب بالزواج. تعرفين لما يكون زواج نتيجة حب بيبقى شيء جميل جدا، الناس كلها كانت بتحسدهم على بعض، هم اللي لدرجة انهم كان الناس كانوا بيقولوا دول اخوات، شكلهم وضحكهم وهزارهم مع بعضيهم، حتى هم في الفرح الناس كانت بتحسدهم على السعادة اللي هم فيها انهم خدوا بعض عن حب. وانا دايما بقول يا جماعة قصص الحب مش كلها بتنتهي بالجواز، بالعكس يمكن 70% ما بتنتهيش بالجواز و30% بتكلل بالفرح والزواج. المهم خدوا شقة وربنا كرمهم، بعد قصة حب استمر السنوات وتجوزوا وعاشوا، أول شهر عدى تمام، تاني شهر تمام، يعني الأمور زي الفل. وجه في الشهر السادس، أنا بتكلم على جوازة استمرت 6 شهور، 6 شهور بس، ما بتكلمش على 6 سنين ولا 16 سنة ولا 26 سنة، جوازة عن حب وعن إخلاص وعن قصة كبيرة جدا بيتحكي عنها كل الناس. الموضوع ده على فكرة حصل في منطقة المعصرة بحلوان، يعني العنوان واضح، معصرة حلوان دي مشهورة جدا في المنطقة القصة دي. المهم جه هو آخر مرة واحد اتصل بيه بالتليفون، تعالى يا إيهاب شركة أوبرا عايز توصل واحد مشوار للدقي ولا بتاع، فنزل وصله وراجع جايب حاجة حلوة معاه، بسبوسه بقى جاتوه ايا كان مش هتفرق معانا كتير. المهم دخل يغير هدومه وقال لشروق يا حبيبتي هاتي والنبي حاجه حلوه علشان بعد ما نتعشى ناكلها. قالت له انا مجهز العشاء وكله تمام ونحل انا وانت كمان. لسه 6 شهور يعني يعتبروا لسه في سنه اولى عسل يعني. بالفعل تعشوا وريح، هو كان ولع سيجاره ولا ان كان يعني شرب كوبايه شاي او بيتفرج على التلفزيون، هاتي يا شروق حاجه حلوه بقى علشان ناكلها. فعلا جابت الصينية الحلويات اللي هو جايبها وقعد تقطع فيها بالسكينة، فبتهزر معاها. يعني أنا بحكي لكم من وجهة نظر الزوج، أنا لسه وجهة نظري، أنا بحكي من وجهة نظر الزوج. هو لسانس حقوق محامي وشغال بعد الظهر على العربية الملاكي بتاعته عن طريق شركة أوبرا. المهم بيقول له هات الحاجة الحلوة أخرت ليه؟ قالت له لا مفيش حاجة حلوة. قال له والله هتبحك بالسكين. قالت له والله عزم ما تقدر، ايه تذبحني بيه وانا فرخه قدامك؟ قال لها هاي. هم قعدوا يهزروا مع بعضيهم، لا انا مش فرخه، ولا ده انت اللي ديك، لا ده انت اللي فرخه، وانا ده انت اللي ديك، وهم قاعدين يهزروا ويضحكوا مع بعض. الله والله العظيم همسك راسك كده زي الفرخه واتضحك على طول، قالت له ده انت ديك ده انا ريشك، وقاعدين يهزروا ويضحكوا. ولا تحسبني بهزر؟ طب هات السكينه، وراح فصل راسها عن جسمها. ما اعرفش ده اسمه هزار ايه ده، ما اعرفش ولا يعني، عندنا في الصعيد بنسميه مع احترامنا لكل المهن يعني بنسميه هزار بوابين. طبعا اول ما شافها كده، انا بحكي لكم من وجهه نظر ايهاب اللي هو الزوج، اول ما شافها كده طبعا راح شايلها فتح الباب الحقوني الحقوني،
مراتي بتموت، شروق بتموت، انجدوني، اتصلوا بالاسعاف، اتصلوا بالاسعاف، هدومه كلها دم، والبيت طبعا منتهيه. عقبال ما جت الاسعاف كانت الشروق انتقلت الى رحمه ربنا. طبعا الشرطه جت بسرعه، تم القبض على الزوج والنيابه امرت بحبسه على ذمه القضيه، لكن هو كل الناس بتشهد ان هم كان قصه حب غير عاديه، لدرجه واحده من الجيران قالت والله اللي حصل ده حسد، الناس كلها بتحسدهم. سعادة على طول ما بيشوفهمش غير بيضحكوا على بعض على طول، ندخل نبارك لهم نلاقيهم بيضحكوا ويهزروا على طول، ما بيبطلوش هزار حتى وهم راجعين مع بعضهم في الليل بيبقى صوتهم بالضحك، ده احنا اللي حسدناهم. واحدة من الجيران تاني قالت يا جماعة والله العظيم ده انا عمر ما سمعنا لهم صوت، ده على طول ضحك وهزار، مش ممكن يكون إيهاب قتل ذبح مراته، حتى أهلية الزوج كلهم مش مصدقين، ده خدوا بعضهم عن قصة حب غير عادية، مش ممكن إيهاب يقتل مراته. الكلام ده هو دافع بيه عن نفسه قدام النيابة وقدام جهات التحقيق، وقعد يقسم بالله انه بيحبها جدا وانه هو ما قتلهاش، ان العملية كلها كانت هزار في هزار. دي قصة اللي قالها إيهاب. طيب انا ليه مش مقتنع بها؟ طبعا انا لا اعرف إيهاب ولا انا قريب شروق خطبته ولا اي حاجة، بس انا بحب دايما برجع الامور دايما للعقل، يعني انا دايما بخاطب العقل ودايما بخاطب الشيء المنطقي. انا دلوقتي اتعشيت ومراتي جابت لي الشاي وبقول لها هات الحاجه الحلوه، قالت لي مش هجيب حاجه حلوه، لا ده انا اتبحك بالسكينه، قالت له ليه انت فاكرني انا فرخه، لا ده انت ديك، وقعدوا يهزروا، قام قال لها تحسبيني لا ده ما اقدرش اتبحك، ده انا اتبحك. طيب هو الذبح يا جماعه اصلا مش 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 الذبح، يعني حسب ما هو الصفه التقرير الطب الشرعي السكينه جابه من اول الرقبه لاخرها. خلينا مع بعضينا، طبعا انا مش قصدي حاجه، ده راجل لسان صحوه ولو عايز يقتل مراته كان في الف وسيله تاني كان ممكن يثبت بها الدور، بس انا بتكلم بالعقل. هنفترض ان هو ادي اهي رقبه مراته وهو جاب السكينه وراح مشاه. اولا الرقبه دي مش عضو عادي، ده عضو حساس جدا، من اول ذبحه من اول هنا مثلا كده الدم هينفجر على طول. شيء طبيعي الواحد لو بيهزر وشاف الدم شيء طبيعي ايده ده شعور، حتى الواحد لما يكون ناوي يقتل مش بيهزر يلقى الدم شيء طبيعي هيتاخد شويه، لو ناوي هيكمل، لكن لو واحد بيهزر زي ما بيقول إيهاب اول ما هيشوف الدم يتخض، لكن يجيب الرقبه من اولها لاخرها ده مش هزار. احنا يا جماعه مش بنتكلم ناس يعني، حتى لو اتكلمنا في وسط ناس مفيش يعني، كان المستمع عاقل ومش عارف ولا كان يتكلم مجنون، فالمستمع عاقل المفترض ان واحد يقول لي يعني هو بتاع لسانس الحقوق هيعترف الاعتراف ده قدام النيابه، هو عارف ان ممكن حد يصدقه؟ احيانا الاعترافات اللي فيها سذاجه بتصدق، لان اي واحد يقول لك يا عم لو ناوي يقتل ما كانش يعملها كده، والله ابن علي بيهزر بصحيح، ممكن تتاخد كده. لكن هي الفكره كلها ان في واحده من الجيران قالت يا جماعه دي كانت خناقه عاديه بتحصل، وصوتهم كان وهما بيتخانقوا كان واضح، بس خناقه زي اللي بتحصل في كل البيوت ما كانتش توصل للقتل، لا ده هما كانوا بيهزروا مع بعض. يعني اذا في حد من الجيران سمع ان كان في صوت مشاجره وخناق، بالدليل ان هي بتقول بس هي مشاجره عاديه وخناقه عاديه، بس طول عمرهم بيهزروا طول عمرهم بينكتوا مع بعض وطول عمرهم بيضحكوا مع بعض، لا يمكن إيهاب يقتل شروق بالشكل ده. انا بقول بتكلم في ناحيه تاني، هو الهزار بالسكاكين بعد 6 شهور زواج ممكن اهزر مع عروستي بالسكين؟ يعني ممكن فعلا يكون ده هزار؟ انا يعني ما ملش حتة الهزار دي قوي، وان كانت قصة هو حكاها ممكن نتيجة ان هو بيقول هزار وشيلها ويمشي في الشارع ويجري الحق شروق الحق شروق شروق بتموت الحق بالاسعاف، انا شايف ان فيها نوع من الدراماتيكية المبالغ فيها. انت دبحت مراتك وانت بتهزر، كنت قادر ان انت تزعق جوه البيت، كنت قادر تتصل بالنجدة وبالإسعاف وانت جوه البيت، لكن انك تشيلها والصمم تنزل بها الشارع وتقول الحقوا الإسعاف الحقوا الإسعاف، طب ما انت عندك عربيتك، ما انت كنت قادر تشيلها وتحطها في العربية وتجري على الإسعاف او تجري على المستشفى. الإسعاف دي احنا بنطلبها لما بيكون وقت انا ما عنديش سيارة، لكن السيارة موجودة الوقت اللي هتجيلك فيه الإسعاف وتشيلها وترجع توديها المستشفى، انت كنت على طول خدتها في عربيتك وجريت على المستشفى، انت كنت عايز تثبت حاجة معينة وعايز تأكد حاجة معينة، تثبت قدام الناس كلها تعبك وصراخك وزعاقك شروق بتموت شروق بتموت شروق بتموت الحقوني الحقوني الحقوني، كنت بهزر معاها كنت بهزر معاها السكينة جت على رقبتها، انت كنت عايز تثبت حاجة معينة.
انا مش هتدخل طبعا في تحيات الشرطه، هي طبعا النيابه امرت بحبسه على ذمه القضيه، لكن حته ان انا بهزر مع مراتي ادحها مش منطقيه. طب يا اخي بتهزر معاها، غزها ببطنها رغم انها ممكن تموت برضه، بس الهزار من ناحيه الرقبه صحيح. هي بتقول لك انا مش فرخه، هو انت فاكرني فرخه؟ لو انا فرخه يبقى انت ديك على كلامك انت. ممكن تقول لها صح، انا ممكن ادحك زي الفرخه، بس على الاقل اول كده اول ما تسمع صوتها واول ما تشوف الدم كنت اتخضيت. انا يعني النيابه امرت بحبسه صحيح 4 أيام على ذمه القضيه ويراعي التجديد، لكن هي الفكره كلها في الاسباب والدوافع اللي هو قالها وهو راجل محامي، بيخليني احيانا اميل للجانب اللي هو بيقول فيه، لكن لما احكم العقل اقول لا الكلام ده مش مظبوط. طيب ايه الدروس المستفاده؟ اولا هنرجع للكلام اللي هو بيتقال بتاع الحسد. يبقى نصيحتي اول شيء، اي اتنين عايشين في سعاده وعايشين في ضحك وهزار، خلي سعادتكم وهزاركم بينكم. انتوا مش هتستفيدوا حاجه لما الجيران يشوفوكم على طول بتهزروا وتضحكوا، ايه الغرض من كده؟ انتوا مش هتستفيدوا حاجه لما تمشوا في الشارع تنكتوا وتضحكوا مع بعض، ايه اللي هتستفيدوا من كده؟ خلوا هزاركم وضحككم وسعادتكم جوه شقتكم. نخلي دايما المعاذتين والقران في بيتنا. ده لو اتكلمنا على موضوع الحسد، رغم ان في ناس كتيره جدا اقول لك الحسد دي وكلام فاضي، نقعد نقول لهم ده ذكر في القران، ده الحسد ده معظم وفاه شباب امتي من العين، يعني الحسد ده موجود واحنا شايفين اليومين دول شباب زي الفل بيموتوا بدون سبب وضوء. فالحسد يا جماعه موجود سواء اتفقنا او اختلفنا، ما دام ذكر في القران او ذكر على لسان الرسول عليه الصلاه والسلام، فشيء طبيعي ان ده خلاص مش هنخسر حاجه لما نشغل دايما في بيتنا القران ونخلي فرحنا وسعادتنا جوانا. اصل يا جماعه الجيران او الاصحاب او الناس اللي في الشارع، مش كل الناس سعاده، مش كل الناس فرحانين، ده في ناس عايشين في نكد. لما يشوفوا انه في اتنين زي العصافير وزي يعني المحبين روميو وجوليت ماشيين في الشارع، شيء طبيعي اقول لك اشمعنى انا الهم اللي في البيت ده، ما الناس كلها فرحانه وسعيده. ما هو برضه يا اخي هينجوا عليكم، خلي سعادتكم جوه بيتكم. طيب النقطه الثانيه، الهزار. مفيش حاجه اسمها هزار بسكاكين، ولا هزار باليد، ولا هزار حتى باللفظ. خلي هزارنا في النوع اللي هو الهزار البريء. لكن يعني ايه هزر واضرب؟ يعني ايه هزار وامسك سكينه؟ يعني ايه هزار انت مش عارفه ان انت فرخه وانا ديك، انا هوريك الفرخه بتتذبح ازاي حسب اعترافات الزوج؟ ده مش هزار، وده نتيجه الهزار اهو. ده هزار يعني مرق، يعني هزار ملوش محل من الاعراب، وماتت شروق، مات ومات سرها معاه. لا احنا هنعرف ان هو كان بيهزر معاها ولا هي نرفزته فراح وخرج عن شعوره ودبحها، محدش هيعرف. النيابه نفسها هترجع لوجدان القاضي ومصداقيته لكلام الزوج. انا كنت بهزر معاها، انا ما كنتش ناوي، بدايه انا شلتها والدم على جسمي وجريت بها في الشارع بقول الحقوني الحقوني. هترجع لذاتيه القاضي ومصداقيته من الروايه اللي بيحكيها الزوج. لكن المنطق وبالعقل بيتنافى مع الكلام ده، مفيش حد بيهزر مع مراته بالسكين على رقبتها الا ما رحم ربي، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.